السلام عليكم، لي ماما صفات ومايدا راح نديروا حلوى جافه. بما انه العطله راهي قريب هكذا، اللي تحب دير حلوى لوليداتها ولادهم الحفله تقدر ديري هذه الحلوى. الحلوى تاع نهار اليوم راح تكون حلوى جافه بالجبن والشوكولا. واش راح نحتاج فيها؟ راح نحتاج فيها 250 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه، نحتاج فيها حوالي ربع حبه تاع جبن مثلثات، 3 مغارف كبار تاع السكر عادي، ماشي سكر غلاس، سكر عادي. راح نحتاج هنا علبه تاع ياغورت طبيعي، مغرفة صغيرة تاع لافاني، كيس تاع خميرة كيميائية، ونلمو العجينة تاعنا بالفارينة. إذا نبداو بالطريقة مباشرة، وندير هادوك الحبات تاع الفرماج اللي هما أربع حبات في 250 غرام، ندلهم حوالي مغرفة صغيرة تاع لافاني سائلة ولا بودرة كيما حبيتي، نزيد عليهم هذاك 3 مغارف كبار تاع السكر عادي، وندير عليهم هذيك العلبة تاع الياغورت طبيعي. هنا تقدري مثلا ما يكونش عندك طبيعي، عندك معطر، ديري ذوق فانيلا، من الاحسن ديري ذوق فانيلا. اذا نخلط كامل المقادير مع بعض حتى نحصلوا على كريمه. بسم الله، حلوة تاع نهار اليوم كما نشوفوا ما فيهاش البيض، فيها الفرماج والياغورت طبيعي، تجي بنينه هذه الحلوه. اذا نخدمهم مليح كنتحصلوا على كريمه وتحسي انه هذاك السكر داب. بعد ما خدمت هذاك الزبده الفرماج والياغورت، نبقى نزيد في الفارينه غير بالعقل. نبدا ندير كميه تاع الفارينه، ندير داك كيس تاع خميره كيميائيه يعني الوزن تاعو 10 غرام، ونبدا نلم في العجينه. بطبيعه الحال لمو فقط ما تعجنوش. نبقى نزيد حتى تسلم منها، وتحصلوا على عجينة تكون طرية بطبيعة الحال ومتلصقش في اليد. هنا مثلا تقدري تزيدي أي مكسرات يكونوا عندك، فقطنا حنا اليوم حنديروها سامبل. إذا هنا راني لميت، بقاي تزيدي في الفارينة تتلمي العجينة لكن تكون طرية، ما تعجنيهاش فقط باش تجيك طريه. شوفوا العجينه تجي طريه ما تلصقش في اليد. هنا نحبس. اذا من بعد راح نستعمل كيس بلاستيكي، راكم تعودتوا على يعني على طريقتي. نحكم شويه تاع العجين، ندير شويه فقط تاع الفرينه ما تكثروش، فقط باش تجينا الخدمه سهله. اذا نفتحها تكون شويه خشنه، يعني ماناش راح ندير حبه على حبه، يعني نخلي حبه على حالها. إذا نفتح العجينة تاعي، من بعد ما فتحت العجينة راح نستعمل هذا الطابع فقط. أنا مانيش راح هذا تاع صابلي يعني من ناجي مثقوبة ومن ناجي مفتوح، أنا مانيش راح ندير حبة على حبة، ندير هذا المفتوح العادي. إذا نطبع حبات، ها هو الشكل اللي حبيته أنا نهار اليوم. إذا نكمل كامل العجينه اللي عندي بنفس الطريقه. بعد ما عمرت السنيوه الاولى ندخلها حتى على 180 درجه، نخلوها حتى تبرد تماما باش نديرو لها كلاصاج تاع الشوكولا. طابت الحلوه تاعي ها هي معنا هنا، خليتها حتى بردت تماما لان حنستعملها كلاصاج الشوكولا. انا استعملت هذه فقط، يعني اي المهم تكون يعني مكتوب فيها شوكولا دو كلاصاج، لازم تكون مكتوب فيها هذه العباره هذه. نقطعها امامي قطع صغيره، ودرت الماء يسخن. اذا نقطعها غير بالعقل. اذا قطعتها بهذه الطريقه ونديرها في حمام مائي تذوب. هنا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي حمام مائي، هنا واش ندلها؟ ندلها حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت. اذا نخلط الكلاصاج تاعنا وراه واجد معنا باش ندهنوا يعني نكلاصيو الحلوى تاعنا بهذه الطريقة. هادو هما الإضافات اللي تزيديهم، يعني زيدي الزيت فقط للشوكولا تاعك يعني باش يجي تبريي. هنا نبدا نكلاصي الحلوى تاعي. هنا فقط أنا حنزينها بحبيبة الشوكولا بيضاء، هي من الأحسن يعني ديري حبة تاع اللوز هنا في الوسط يخرج الشكل تاعو بزاف شباب. كيفاش راح نكلاصي؟ نجيب فرشيطة أمامي، ندير الحبة تاع الحلوى فوق الفرشيطة، ونرمي الكلاصاج عليها هكدا يعني باش تكلاصي لنا مليح. نهبطو الزائد فقط،
ندير هنا فوق الورق وندير شويه تاع الشوكولا بيضاء في الوسط، نزيدو حبه، اذا ندير الحبه فوق الفرشيطه ونفرغ الكلاصاج تاعنا على الوجه تاعو، يعني هكذا باش ما نخسروش بزاف كلاصاج. نحطها هنا على الورق وندير شويه تاع الشوكولا في الوسط، اذا نكمل كامل كلاصي الحلوى تاعي ونعاود نرجع لكم. من بعد ما نشفت الحلوى تاعي من كلاصاج، هنا فقط حبيت نزيد تزيين اختياري، هنا ماشي لازم تزيديه، هنا عملت شوكولا نفسها يعني ذوبتها بدون اي اضافات، عملتها في لابوش ونزين بها. اذا نقطع شويه بالمقص وندير خطوط عشوائيه بهذه الطريقه، تقدروا ما ديروا بشوكولا بيضاء هنا لكن اختيار. اذا الحلوى تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده بعد ما نشفت، تشوفوا البلاصه تاعنا كيفاش خرج ما شاء الله الحلوى تجي بزاف بنينه، كما لاحظنا انه ما فيش قلبها يعني ما فيش بزاف السكر لانه طليناها بالشوكولا. فقط حبيت نهدي اهداء خاص للاخت قنيت جهيده هي وكل زميلاتها يعني العاملات بجامعه الشلف، نتمنى انهم يوصلوا هذا الاهداء. لان الحلوى تاع نهار اليوم هي معنا واجده، فقط راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا الحلوى كيفاش تجينا. اذا ها هي كيفاش تجينا، نقسم لكم منها شويه. بسم الله تجي بزاف بزاف بنينه، قد ما تطول قد ما تحت تولي طريه. جربوا الوصفه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.